السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقع الذكاء الاصطناعي حاليا يعني قنبلة ضربت، يعني ما يقرب من 10,000 موقع ظهر مرة واحدة، لكن أشهرهم وأقواهم، وتعالوا نرتبهم كده. تمام، هتلاقي مثلا اللي باللون الأخضر ده اللي هو بتدردش معاه وتسأله أسئلة وهو يجاوب عليها، لارج موديل. وعندنا AI رايتنج، تبدأ لو أنت عايز يساعدك في الكتابة. عندنا الفيديو جنريتور، ده يبقى يعمل لك فيديوهات. تعال نبص عليهم بس سريعة، والحمد لله تقريبا 50 تولز اتكلمنا عنهم بشكل تفصيلي في القناة بتاعت بماليبيا. عندنا هنا شات جي بي تي، وده يمكن اشهر واحد، هو ده اللي فتح المجال. الذكاء الاصطناعي موجود من قبل الكمبيوتر، يعني الذكاء الاصطناعي من اواخر الحرب العالمية التانية، لكن دلوقتي بقى ناس كتير تقدر تستخدمه بسهولة، مش محتاج ان انت تتعلم برمجة، مش محتاج ان انت يعني يكون واو او محتاج جهاز عملاق. كل دي حاجات سهلت الانطلاق الرهيبة. كاركتر اي اي هو معتمد على شات جي بي تي، بتتخيل شخصية معينة تقول له مثلا عايز اتكلم مع نيوتن، يجيب لك كده كل كتب نيوتن ويكلمك كأن نيوتن هو اللي بيكلمك دلوقتي. جوجل بارد نفس الفكرة برضو، زي الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، بتدردش معاه وتسأله. في حاجات بيبقى قوي فيها بارد، وفي حاجات بيبقى شات جي بي تي اقوى، يعني ممكن تلاقي ده اقوى في البرمجه، ده ممكن اقوى في كتابه الرسائل. فمع الممارسه انت بتشوف انهي الانسب لشغلك انت. يو ده موقع فيه كذا حاجه، في ان انت تحول التكست او البرومت لصور، او ان انت تدردش مع الذكاء الصناعي. ده برضه تقدر تعمل دردشه معاه، وانا طبعا عندي هنا في قلب التولز اللي موجوده هنا بتاعت الذكاء الصناعي. طيب ايه تاني؟ بيرسونال اي اي برضو واحد بتتكلم مع شخصية. طيب هنا الفويس دي الحاجات الخاصة بالصوت. تمام، دي بعض المواقع ممكن تبدأ تجربها وتشوف الحاجات الخاصة بالصوت. احنا تقريبا اغلبهم جربناهم، زي مثلا اوتر دوت اي اي ده، وانت شغال على الزوم او ميت او اي برنامج من برامج الميتنج، بيبدأ ان هو على جنب كده يسجل المكالمة ويلخصها. ظريف يعني. هنا بقى تحويل البرومت لصور، ده ميدجورني اشهر واحد، ده سيفيتال.ai.com. ده في مودلز كتيره جدا لتحويل البرومت لصور، كل شويه بتلاقي واحد بدا يدرب ذكاء صناعي على نوع معين من الصور ويبدا يطرحه. يعني واحد يدرب مثلا على صور معماريين، واحد دربه تاني على صور مثلا الطبيعه، وهكذا. ففي مودلز كتيره موجوده. ليناردو اي اي ده المفضل عندي لان هو مجاني. ستيبل ديفيجن ويب ده مثل انك تقدر طبعا عندك على الجهاز تشغل بيه. بلاي جراوند كل يوم بيديك نوع جديده. كليب دروب ده كان الاول خالص، انت مجرد بس بتصور صوره، ياخد لك الشكل اللي انت صورته ويحذف الخلفيه ويحط لك الصوره دي على الجهاز. دلوقتي بيحول البرومت لصور، وامكانيات تانيه كتير جدا. فالموقع دي بتستفاد من الذكاء الاصطناعي بشكل حلو قوي انها تعمل دعايه لنفسها. ده الموقع ده انا على طول بستخدمه، حتى بسطبه اول حاجه هنا او حطه هنا اول حاجه. لما اجي اكتب ايميل بديله الايميل اللي انا كتبته، وهو يصيغه لي بشكل بروفيشنال او بشكل احترافي اكتر. تمام، عندنا برضو هنا دي، ده مثلا بيساعدني في ان انا اعمل باوربوينت. عندنا حاجات ديت فيديو، تقدر كاب كات مثلا برضو نستخدمه في ان احنا نقول عملنا فيديو. برنامج قوي جدا بيقطع الفيديوهات، وتقدر تلغي نص وتقدر تدخل حاجات مع بعض. رانواي بيعمل كده حلو قوي في الصوت وفي الصوره وفي الفيديو. فزي ما شايف دي مواقع حلوه. دي بقى مواقع مختلفه، منهم مثلا هاجنج فيس، ده موقع اوبن سورس الناس كلها بتحط المشاريع بتاعتها قبل ما تحطها على موقع، فتقدر تجرب الحاجات قبل ما تنزل فعلا بشكل عملي. تمام، فوتو روم ده بتصور مكان وتقول له غير لي الديكور لديكور مودرن، غيره لي الكلاسيك، طب غيرها لي غرفة نوم. ففيها شغل جميل جدا. اتمنى التولز دي تعجبكم.